نهضروا فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشارع المغربي باش نسولوا الناس اشنو الحاجه اللي ندموا عليها في حياتهم. لا بغيتوا تعرفوا اشنو الحاجه اللي ندموا عليها اجيو معنا. استاذي شي حاجه ندمتي عليها في حياتك؟ شي حاجه ندمت عليها في حياتي؟ واش غنقول لك، الحاجه الوحيده اللي بقات الاثار ديالها لحد الساعه تؤلمني وتدمي قلبي، واحد شخص كان عزيز عليا هو الاب ديالي الله يرحمه مسكين. الاب اللي مسكين تكرفص وعانى وقاس الامرين، واحد الظروف اللي هي صعيبه بحكم انه كان بائع متجول، ماشي في المدن بل بالقرى في البوادي في المداشر كان كيبيع في الثوب، وكان مسكين ما تيعرفش يسوق لا بشكلات لا وسائل اللي هي ديال الموتور او طوموبيل او ما جاوب هادشي، ما يعرف يدير حتى شي حاجه. كل ما هناك كيدير داكشي على رجليه وفي مسافات طويله وطويله جدا. بحال مثلا نعطيك مثال من واحد الحي كنسكنوا فيه اللي هو سيدي عثمان، حتى مثلا غنخرجوا سيدي مسعود وما جا وراه واحد البلاصه منطقه ديال بوسكوره وبوت بوسكوره، واحد فيرمه تيقول لها فيرمه بوفي، وهاد فيرمه بوفي راه خصك ليها كار وكرويله باش توصل ليها، كتمشي عليها الوالد على رجليه وكان كيهز معاه. واش ندمتي على الطريق اللي كان كيضرب الوالد ولا على حاجه اخرى؟ ندمت على التكرفيس، التكرفص مسكين كان كيهز معاه جوج عبرات ديال القمحه عباد الله، وكيجيبها معاه من دك من بوسكوره حتى سيدي عثمان بالكرموز ديالها بالقيامه بكذا، وحتى سيدي عثمان تصوروا معايا جوج عبرات تهزهم فوق راسك والشمس وبين الدرك. جيت الاذاعه راك عرفتي، جيت الاذاعه راك ديك الساعه غير الخلا والقيفار وغدرك الشفاره وكاد الطريق فيها قطع طرق، وكل مسكين وعيشنا وقاد لنا الامور. لكن باش نرجع معك لخلاصه القول، انني ملي توظفت وبغيت انا نرد لي الاعتبار، للاسف فداك النهار اللي غنحط خنشه ديال الدقيق غادي توفى. نهار حطيتي خنشه الدقيق نهار حطيت الوالد؟ نهار حطيت خنشه الدقيق على اساس اني باش نتسامت انا، يعني باش المؤونه ديال الدار كوك وراني خدامت وكذا، وماشي خنشه الزيت بالحق زيت يعني تبان في عيني راجل، في عيني راجل راني راجل راني صافي الوالد ريح راه كذا. لكن للاسف هذيك الليله مول امانه امانته، وهذا هو الظرفيه اللي جعلتني باقي لحد الان نادم عليها، ولكن لله ما اراد الان خالد. الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه في هذا، ورحمت الوالده مسكينه حتى هي توفات، ورحم والدينا ووالد المسلمين اجمعين. هي اللي ما كملتش قرايتي. وعلاش؟ شنو هي الظروف اللي ما خلاتكش تكملي قرايتك؟ ما كملتهاش، ما كتابش. يعني الظروف واش كانت؟ ما كانت حتى ظروف، غير ما كتابش هي باش نكملها. كانت حتى خرجتي من المدرسه صافي؟ بوحدي كنت معصبه شويه، مع ديما ما كنجح ومع معصبه، هذاك هو السبب. قلتي انا ديما كنجح وما نخرج في خطره وحده نخرج نسقط في خطره وحده شنو؟ لا مع ديما كنجح ومع وصلت لهذيك النقطه ولقيت فيها التخربيق وانا وصلت لشي نقطه ولقيتي فيها التخربيق؟ لقيت فيها التخربيق في التعليم وخرج. يعني انت دوزتي شي كونكور ديال التعليم؟ دوزت بزاف، قريت ونجحت وكل شيء. وعلاش ما يعني علاش ما شفناكش دابا في التعليم وهادي؟ ايوا ما كملتش. ما كملتيش القرايه ديالك؟ ما كملتش القرايه ديالي. يعني انت ما دفعتي لا كونكورات لا والو؟ لا لا ما دفعتي لوالو؟ لا لا باقي ما كملتش. باقي شحال هادي من عام دابا باش خرجتي من القرايه؟ شي 20 عام هادي. كون دابا رجعنا بك ال 20 عام تكملي قرايتك؟ باقا ان شاء الله. جو بارل بيان فرونسي، جو بارل تري بيان فرونسي، جو بارل ان بو انجلي. ميرسي بوكو. وشي رسالة، شي رسالة لهاد الشباب اللي كيخرجوا من القراية؟ الشباب اللي تيخرجوا من القراية نوصيهم ما يحاولوش ينهاو على دراستهم، ديما يكملوا ويترجعوا. يعني ما يحاولوش يديروا الخطأ اللي درتي انتيا؟ لا، وربي كيكمل من عنده. أخويا الحاجة اللي ندمت عليها في حياتي هما الصحاب، أبقاو صحاب أخويا. غدروك؟ أخويا ما نكذبش عليك، الناس درتي فيهم ثقة ودرتي فيهم فهمتيني، وانت تعيش معاهم بحال خوتك وتتكبر معاهم فهمتيني، والكونفيونس ديال بصح ما عرف شنو هو، ما عرف شنو يقول لك سير للداخله، تمشي للداخله يقول لك سير دير تمشي هنا تجيب لهم شي حاجه من هنا تجيبها لهم تخرج معاهم تمشي لاي فهمتيني بلاصه، في الاخر اخو بنادم فهمتيني ما قلب وجهه ما بقاش يعرفك ما بقاش يهضر معاك ما والو فهمتيني، منهم العائله ديالي حتى هي منهم فهمتيني بشحال بشحال بنادم بالعربي والتعربي كما قالوا الناس زمان، قال لك بنادم تيقضي حاجته وتيسلت، ما بقاش بنادم كما فهمتيني
هذوك الناس الاولين القدام بحال جدودنا وهذه الناس اللي كانت ثقه وما يخويش بيك وما يفرطش فيك ووقت الحزه تلقى حداك جنبك هذاك الشيء ما بقاش هذاك الشيء اخويا ما نكذبش عليك من الالفينات شويه لهنايا ما كاينه راسي راسي اخويا دابا كون رجعتي الايام يعني اللور رجعتي واحد 10 سنين اخرى واش تقدر دير الصحاب؟ لا والو مازال رجعت واحد 25 عام للور ندير الصحاب 25 عام لقدام هنايا على هادشي اللي داز عليا انايا ما ندير الصحاب اخويا ما بقاو صحاب ما بقاو حباب ما بقاو صحاب ما بقاو حباب ما بقى الثقه في هاد الدنيا ما تجوزش ما ديت الدراري ولادي ما تجوزتيش وما درتيش الوليدات ما درتيش والو وعلاش شناهي الظروف اللي ما خلاتك تجوز؟ لا ماشي انا ماشي انا نقلب على امراه هي اللي تقلب على راجل خاصها هي تقلب عليك اه هي تضحك امراه انا دابا لا جوز هاي ظروف فيا معقولة شي بعد ما ما خصني مرة تقلب عليا راجل المرة جات تحكم المرة تقلب عليك اه وهذا هو قانون ودابا هذه المرة ديالك ديال المستقبل وجه لها رسالة قدام الكاميرا اه هذه المرة اللي بغيتي اه مرة بغينا شي مرة معقولة وبغينا شي بيضة وشابة وطويلة وكان معقول شابة ولا كانت سمراء لا هذه خطر هذا سمراء لا لا بيضة وشابة بغيتها شابة وبيضة هي معقولة اه معقولة هي تتقلب على راجل والشابة ما الشابة ما تتزوجش هذه يعني هذه الحاجه اللي بغيتي في حياتك هذه هي حاجه هذه وكنتمنى هذه الرساله توصل رساله وتجي عندك هذه البيضه والشهبه ان شاء الله.